السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي اشتغل على التايم شيت من موقع اودو. زي ما انت شايف فيه ادوات كتيرة جدا، في اجزاء من الـ ERP. اقول له دلوقتي انا عايز التايم شيت، اقول له انا عايز اشتغل على التايم شيت. طيب بيقول لي هعمل لك تايم شيت، اختار اسم الشركة بتاعتك، طبعا بيم اريبيا الكومباني، احنا تقريبا من بين 250 ميتين شهر. اوكي دلوقتي انا هبدأ اعمل الجدول بتاعي، هو ده يعتبر زي سكادول. فببدأ اشوف المهام واقول كل مهمة خدت مني كام ساعة، ممكن يكون اليوم الواحد اشتغلت في مهمة واحدة او اكتر من مهمة، تمام، بس ما ينفعش يبقى في يوم كامل ما اشتغلتش في ولا مهمة، تمام. اقول له انا عايز ادخل على التايم شيت، طيب اقول له اد ارايف، يعني يعتبر زي كاني بضيف مشروع جديد هسميه جيم اريبيا 32، ده العدد اللي احنا شغالين عليه. طبعا اللي شغال معايا في العدد ده عارف انا عايز اقول ايه. طيب وهنجيب مثلا مشروع اخر بيم اريبيا انجليش نهاية 13، تمام. وممكن تضيف اكتر من شخص شغالين معاك في المشروع دوت، وتكتب الايميلات بتاعتهم، التاسكات هنحط التاسكات دلوقتي. طيب ممكن تعمل بقى تاسك مثلا اسمها ار وتحتيها اكتر من حاجة فرعية، ممكن بعد الار مثلا هتبقى تي، ده هنا الجزء الخاص بالتاسكات. ممكن تحت الار دي مثلا هقول له ديزاين، تمام، مين اللي هيعملها اساين تو. ممكن الديزاين دي تنقلها من هنا لهنا، يعني يبقى في اكتر من مهمة فتنقل ليها. طيب ممكن الديزاين دي تسحبها من هنا لهنا، فيبقى عندي هنا ابدا احط هنا تاسك وهنا مبقاش في تاسك. طيب المهم خلينا نرجع للتايم شيت، هنلاقي اهو في المهمتين. طيب انا مثلا النهارده اشتغلت هنا 3 ساعات، هو بيجمع لي انت اشتغلت كام ساعه. فده كان انا بعمل التايم شيت بتاع الشغل بتاعي، بحيث ان المدير يبقى عارف ان انا 8 ساعات دول اشتغلت، قعدت مثلا ساعتين احضر الاكل وساعة اشرب شاي وساعتين بريك واتفرجت على الماتش واشتغلت نص ساعة بالاوفر تايم، فيعرف انا ايه المشاريع اللي انا اشتغلت فيها، تمام. تقدر تعمل فلتر بالمشاريع بتاعتك بالتواريخ معينة، الحاجات دي كلها ممكن تشوفها بالويك او بالمانس. اوكي جود لك.